إلى ملفنا الثاني في هذه الحلقة، نسلط فيه الضوء على المشهد التونسي، حيث تجري وفي وقت بدأ فيه التونسيون بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية، يتواجه المرشحان للرئاسيات قيس سعيد ونبيل القروي مساء اليوم الجمعة في مناظرة تلفزيونية ستكون مثيرة وسيتابعها الرأي العام التونسي بكثافة. هذا ويتوقع أن تثار خلال المناظرة أسئلة كثيرة تتعلق باختصاصات ومهام رئاسة الجمهورية، لا سيما الأمن القومي والعلاقات الخارجية. ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شريطا مسجلا لمدير شركة علاقات عامة على ارتباط بإسرائيل، أكد فيه أنه تعاقد مع القروي لمساعدته على النجاح في الانتخابات الحالية. المزيد في تقرير الزميل عدنان حميدة، نتابع. يتسمر التونسيون خاصة والعرب عامة من المبهورين بالنموذج التونسي الأخاذ أمام شاشات التلفزة مساء الجمعة لمشاهدة مناظرة فريدة في عالمنا العربي. يختار التونسيون بين القروي المطلق سراحه من السجن لقضايا فساد والسعيد القادم من أروقة قاعات التدريس الجامعي إلى الميدان. يحضر نبيل القروي بثقله المالي وعلاقاته العميقة داخل الدولة وخارجها، وبمساعداته المالية التي شملت مختلف المدن والقرى التونسية. أضف إلى ذلك الكاريزما الشخصية التي يحظى بها رغم انتقادات من البعض لمستواه الثقافي والمعرفي، مع تمكن حزبه قلب تونس من الحصول على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية بعد النهضة، مجددا رفضه التحالف مع النهضة أو العمل معها. وفي المقابل يصعد نجم الأكاديمي قيس سعيد الحاضر من وسط الشارع التونسي بمواقفه المؤيدة للثورة والرافضة للصهاينة والمتمسكة باحترام إرادة الشعب، بلسان عربي فصيح وميزانية شبه منعدمة، حيث لا حملات انتخابية ولا يافطات ولا مؤتمرات أو مهرجانات. كيف قال لي لدي برنامج في نفس، يأخذ البعض على سعيد ارتفاع مستوى حديثه أكاديميا عن مستوى فهم عامة الناس. يحضر قيس سعيد بتفوقه الملحوظ في الدور الأول لانتخابات الرئاسة وبدعم من النهضة الحزب الأول الفائز بالانتخابات التشريعية رغم عدم تحالف سعيد معها. ويبقى الرهان على مسيري المناظرة بين القروي والسعيد إن كانوا سيذهبون بأسئلتهم نحو القضايا الأهم التي تمس حياة الناس من فقر وبطالة وانتصار للثورة على الفساد، يتطرق إلى عدة جوانب، أم أنهم سينشغلون حالهم حال كثيرين من وسائل الإعلام الموجه في تونس بقضايا هامشية مثل المساواة في الميراث أو الخلافات الأخرى دون التطرق للقضايا الحيوية والأهم التي تمس حياة الناس. ننتظر، والشارع التونسي هو الذي سيحكم وهو الذي سيقرر لمن سيمنح صوته. ولمناقشة ما يجري في تونس أرحب بضيفي عبر الهاتف صالح عطية الكاتب والإعلامي التونسي. أهلا بك معنا سيد صالح. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك وبمشاهدي قناة الحوار. أشكرك. كيف تتوقع أن تكون المناظرة بين سعيد والقروي؟ في تقديري ستكون مناظرة ساخنة، لأن كل طرف لم يقم بحملته الانتخابية، وهذه فرصته الأخيرة في الحقيقة لكي يبين للتونسيين والناخبين بوجه خاص يعني عمقه الفكري من حيث البرمجة ومن حيث الخطاب السياسي ومن حيث الهدوء والرصانة، وفي نفس الوقت يريد أن يقدم للعالم صورة الذين لا يعرفون القروي ولا يعرفون سعيد باعتبارهما ليس وجهين سياسيين متداولين في البلد، سيريدان أن يعني يوضحان للعالم قدرتهما وربما أهليتهما أو أهلية كل منهما لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.
هل ستحظى هذه المناظرة بمتابعة واهتمام من الشعب التونسي أم لا؟ طبعا هنالك حتى استعدادات من قبل الشعب التونسي في المقاهي هنا في بعض الأحياء، هنالك يعني لوحات ضخمة جدا وضعت في برشا في بعض الساحات من أجل أن تجتمع الناس ويعني وتتابع هذه المناظرة، لأن التونسيين عموما لا يعرفون بشكل جيد قيس سعيد ولا يعرفون نبيل القروي إلا من حيث كونه كان لديه برنامج في التلفزيون الخاص به، تلفزيون يعني الذي كان على ملكه قناة نسمة، وكان هذا البرنامج لديه صبغة اجتماعية وليس سياسية، وبالتالي لم يعرفوه سياسيا يتحدث عن الحكم ويتحدث عن برنامج المرحلة المقبلة وعما سيفعل في الدولة التونسية. الناخب التونسي الآن يعني يتطلع إلى الإنصات، إلى متابعة الرجلين لمعرفة الأقدر منهما على الإقناع من ناحية، الأكثر رصانة من ناحية أخرى، والذي يمتلك برنامج يمكن أن يقنع به التونسيين، خاصة وأن كل التونسيين تقريبا الآن مشرئفة أعناقهم لمعرفة هذا الرئيس الجديد، طالما أنهم يدركون أو ربما يعني يعتبرون أن الرئاسة أهم بكثير من البرلمان، رغم أن النظام السياسي التونسي يعني عكس ذلك تماما. نعم سيد صالح، يعني على ماذا ستركز هذه المناظرة من حيث القضايا التي ستطرح؟ يعني هل يمكن التطرق لقضية شركة العلاقات العامة، ارتباط القروي برجل أعمال أو بضابط إسرائيلي حول هذه الشركة الكندية، أم أن هذه قضايا من الصعب أن تطرح في مناظرة كهذه؟ نعم يبدو لي من الصعب أن تطرح، لأنها تدخل في إطار ربما مشاكسة الرجل وبناء المناظرة التي عدتها القناة الوطنية الحكومية الأولى، تنبني على منطلقات أخرى، وهي تمكين كل طرف من الإجابة على التساؤلات تخص القضايا ذات الصلاحيات المباشرة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور التونسي. يعني ستطرح عليه تساؤلات حول قضية الأمن القومي، حول قضية السياسة الدفاعية، حول قضية السياسة الخارجية، الوضع الاقتصادي في البلد، العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. استبعد كثيرا أن تطرح مثل هذه القضايا، إذا ما طرحت ستكون ربما مخلة بمحددات المناظرة كما ضبطتها هيئة التلفزيون التونسي هذه المدة. نعم، ما تأثير هذه المناظرة الأخيرة على النتيجة التي ستحسم يوم الأحد؟ سيكون تأثير كبير بكل تأكيد، باعتبار كما قلت منذ قليل أن التونسي لا يعرف كل منهما، وهذه المناظرة هي سبيل له لكي يدرك ويحدد موقفا إما مع هذا أو مع ذاك، وتحديد الموقف يقتضي منه أن ينظر وأن يستمع بشكل جيد لكليهما من أجل تحديد موقفه وضبط البوصلة التي تتجه نحوها عملية الاقتراع يوم غد. صالح عطية الكاتب والإعلامي التونسي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.